إلا قولي لي يا رورو عندك كم سنة؟ تديني كم سنة؟ لا سامحيني ماليش في شغل العدادات ده، اخلصي. ماشية في 55. غريبة قوي. طب ما أنا بقى لي 4 سنين ماشي في 55 ما شفتكيش، يعني بتمشي فين في 55؟ لو من نصيب يحكم بقى هتعرف كل حاجة. عارفة روحية؟ أنا طول عمري كان عندي قاعدة ماشي عليها إن أنا نفسي أطلع من تحت لفوق، لا أعرف إن اللي تحت حلو كده. كنت تمنيت أفضل فيه طول عمري، واللي مطمني إنك مفيش تحت بعد التحت اللي أنت فيه ده خالص. أنت في القاعة أصلاً. جرايا يا مستر مالك، أنت بتعمل إيه؟ تشربوك إيه؟ ما شربونيش حاجة، بس أكلوني بتنجان على طعمية. في حاجة يا وسيم؟ في حاجة؟ أنت مش عارف في إيه؟ القواعد اللي أنت علمتها لنا، قاعدة رقم 7 بتقول إيه؟ الطبق اللي تاكل فيه قومي عسل اغسله. لا دي قاعدة 6. قاعدة 7 بتقول الطبق اللي بتاكل فيه ما تعملش فيه بيبي. بتعمل ايه عندك يا شيف روحية؟ اكون بعمل ايه يعني؟ بعمل بيبي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ يا شيف روحية مش في حصة عشا ولا ايه؟ ولا الجست هيتعشى لفلفة؟ بقول لك ايه؟ انا ماليش في اللفلفة بتاعتك دي. قبل اسراء قالت لي اعملي فتة، هو العشا فتة مفيش غير. روحية روحي انت تمشي في 59 هتلاقيني واقفة على التاني نص يمين. استنيني. ها ايه الهبل ده؟ مستر مالك لو سمحت، وجودك في الفندق هنا كاونر مش هيمنعني ان انا احط لك حدود لو وجودك ده هيأثر على الموظفين بتوعي. من زمان وانا بقول ان انت خالفتي في الادارة وفي الشغل. مكافأة 15 يوم يا وسيم. ميرسي يا مستر مالك. وخصم 30 يوم لتعكير مزاجي. استأذنك انا بقى عشان ادق التوم عشان نعمل الفتة. 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 حضر. رورو.